تطورت الاحتجاجات في إيران في رقعتها وشعاراتها لتشمل مدينة قم ذات العمق الديني، حيث خرجت الحشود منددة بسياسات نظام الولي الفقيه الإرهابية داخل وخارج البلاد، وهتف المحتجون بشعار جديد وهو الموت لحزب الله، وهو الحزب الإرهابي المدعوم من النظام الإيراني، والذي يرى كثير من الإيرانيين أنه يترزق على حساب الفقراء الإيرانيين، حيث تخصص له ميزانية سنوية يشرف عليها الولي الفقيه بعيدا عن أي رقابة حكومية. وأفاد النشطاء بخروج مظاهرات في عدد من المدن أبرزها مدينة كرج وشيراز والعاصمة طهران ضد الأوضاع المعيشية والفساد السياسي والاقتصادي في البلاد، مرددين شعار الموت للديكتاتور.